بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتناول المحاضرة الثالثة من ضمن سلسلة محاضرات البروتوزوا. تناولنا بالمحاضرة الأولى مقدمة عن البروتوزوا، والمحاضرة الثانية كانت حول عائلة التريبانوسوماتيدي، وقلنا هذه العائلة بها تو جنرا اللي هي التريبانوسوما والليشمانيا. وبعد أن انهينا التريبانوسوما في المحاضرة السابقة، اليوم راح إن شاء الله نتناول الليشمانيا، وبالإضافة إلى أنه نتناول جنس جديد ضمن عائلة أخرى هي عائلة تريكوموناديدي اللي هو التريكومونس. جنس الليشمانيا، هذا الطفيلي حقيقة هو مثل ما قلت بأنه هو الجنس الآخر اللي موجود من عائلة التريبانوسوماتيدي، وبالتالي هو له مواصفات العائلة بصورة عامة اللي تناولناها بالمحاضرة السابقة. هذا الطفيلي سبب لنا مرض يسمى الليشمانيوسيس، داء الليشمانيات، وهو يوجد في ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة أنواع من الأمراض اللي يسببها، اما فيزرال ليشمانياسيس او كيوتينس ليشمانياسيس او ميوكو كيوتينس ليشمانياسيس، حشوي جلدي وجلدي مخاطر. المضيف النهائي لهذا الطفيلي هو المان، الدوغ، الرودنت، بالاضافه الى طيف واسع اند وايد فاريتي اوف وايلد، طيف واسع من الحيوانات المتوحشه او الغير اليفه. الدوغ والرودنت يعملان هنا كمضيف خازن، واحنا نعرف المضيف الخازن هو يعتبر مصدر لاستمرار وجود الإصابة ونقلها إلى المضيف الأصلي اللي هو هنا عندنا حقيقة يعتبر الإنسان. الناقل لهذا المرض هو فيكتور، حشرة ماصة للدم اللي هي ساند فلاي، اللي هي هذا الاسم العام مالته، واللي هو معناه ذبابة الرمل. واللي ما سامع بذبابة الرمل هي ذبابة الحرمس اللي موجودة عندنا في المنازل هذه، اللي تظهر خاصة في فصل الصيف، وهي من الحشرات الماصة للدم، حشرة صغيرة ومزعجة حقيقة اللي هي الحرمس، والاسم العلمي لها هي فليبوتومس باباتاسي. In which the parasite undergo morphological transformation and multiplication، في داخل هاجسم هاي الحشرة الطفيلي يعني يعاني مرحلة من التغير الشكلي، وكذلك يتكاثر في داخل الحشرة، وبالتالي تعتبر الحشرة ناقل بيولوجي لهذا الطفيلي. أوكي. مكان التطفل بالنسبة لهذا الطفيلي هو في الماكروفيج. الماكروفيج حقيقة تعرفون أنتم هي خلايا مناعية دفاعية موجود في الجسم، وتعتبر خط الدفاع الرئيسي، خلينا نقول بالإنيت إميونيتي، المناعة الأمية، وأيضا تلعب دور رئيسي حقيقة في المناعة المتخصصة. عمل الماكروفاج هو أنه تهاجم الأجسام الغريبة التي تدخل داخل الجسم، البكتيريا وغيرها وغيرها، وطفيليات أني أنتيجين فورن أنتيبودي، وتحطمه في داخلها بميكانيكيات معينة، منها بأنه تفرز عليه إنزيمات معينة، منها بواسطة طريقة الفري راديكالز، الجذور الحرة. المهم هذا موضوع مناعي. هنا الطفيلي من يدخل داخل الجسم تبدأ تهاجمه باعتباره جسم غريب الماكروفاج، ولكن هنا اللي مختلف بأنه هذا الطفيلي يراوغ الماكروفاج ويمنعها من انه تحطمه في داخلها، لذلك يبدو هو يستثمر او يستغل وجوده داخل الماكروفاج، ويبدا يتكاثر داخل الماكروفاج، ومن ثم يحطمها ويخرج باعداد اكثر، ثم يصيب ماكروفاج اخرى وهكذا. لو تلاحظون دي بروتوزوا ملتبلاي ويذن دي ماكروفاج، هو يتكاثر داخل الماكروفاج، which are eventually بالنهايه destroyed، تتحطم. The parasite liberated the liberated parasite entering other intact macrophage، يبدي يهاجم لنا خلايا ماكروفاج جديده. اوكي، شكل الطفيلي هنا احنا ذكرنا في المحاضره السابقه بالصفات العامه للعائله التريبانوسوماتيدي، بانه هاي العائله
تمر في اربع مراحل تطوريه اللي هي يعني تراجعوها، اللي هي التريبوموستيجوت فورم، شكل المثقبي اللي قلنا هو عباره عن شكل نموذجي الكامل اللي تكون اسطواني او مغزلي، يحتوي على الفلاجيلا، يحتوي على الاندولوتيك ممبرين، يحتوي على الكاينيتوبلاست والى اخره. وعندنا النوع الثاني اللي هو سميناه الابيمستيجوت فورم، والنوع الثالث هو البروماستيجوت فورم، والنوع الرابع هو الامستيجوت فورم. وذكرنا بانه هذه الاشكال مو شرط بانه توجد جميعها في طفيلي، لربما توجد عندها واحد او اثنين في طفيلي معين. اللي موجود عندنا في الليشمانيا هما مرحلتين او شكلين، اللي هو البروماستيجوت فورم، البروماستيجوت فورم اللي هذا شوفوا اللي هو امامي الصوت، امامي الصوت. وهذا الطفيلي ذكرنا بانه المواصفات مالته ايضا يكون مغزلي او ليفلايك انشيب، والاندولوتيك ممبرين غير موجود كامل ينفقد به، الكاينيتوبلاست تكون في الطرف الامامي للطفيلي، والنيوكليوس تكون موجوده. وهذا الشكل قلنا موجود نلقاه في المضائف اللافقريه، وممكن ان نلقاه بالكالتشرز، بالكالتشرز. النوع الاخر اللي لو شكل الاخر هو الامستيجوت فورم، وقلنا هذا الامستيجوت فورم هو شكل دائري يختلف عن البقيه الثلاثه البقيه، وما يحتوي لنا لا على صوت ولا على اندولوتيك ممبرين، يحتوي لنا على نيوكليوس وكاينيتوبلاست بداخله. هذا هو الامستيجوت فورم، هذا هو الامستيجوت فورم. هذه طلاب هي عباره عن ماكروفاج، هذه طلاب عباره عن ماكروفاج، هاي النيوكليوس مالتها ماكروفاج، وهاي النيوكليوس مالتها، وهنا هي يعني عامله فاجوسايتوسيس اور للامستيجوت، والامستيجوت اللي هي يعني الشكل الطفيلي بدا يتكاثر داخلها، لو تلاحظون الاعداد اللي موجوده داخل الماكروفاج من الامستيجوت. اوكي، اذا مورفولوجي ذس باراسايت باسج ان تو ستيج او تو فورم ديورينج ايت لايف سايكل، اللي هي نمبر 1 امستيجوت فورم اللي هو نسميه ليشمان فورم، يعني اسم اخر له فيزيبل انفيرتبرات، وهذا اكيد طبعا راح نلقاه. احنا ذكرنا بالمحاضره الاولى بانه الامستيجوت فورم موجود في الفيرتبرات هوست اللي هي المان والدوغ وغيرها. النوع الثاني او الشكل الثاني هو البرامستيجوت فورم او الليبتومونال فورم، فيزيبل ان انفيرتبرات اللي هو بالساند فلاي بالحشره اند ان ميديا في الكلتشر. اذا نحاول نزرع هذا الطفيلي راح بالزرع يظهر لنا البرامستيجوت فورم. السبيشيز اللي موجوده في هذا الطفيلي، راح نتناول السبيشيز بحسب انواع الامراض اللي يسببها. احنا ذكرنا بانه هذا الطفيلي سبب لنا ثلاث انواع من الامراض اللي هي الفيزرال ليشمانياسيس او ليشمانياسيس، الليشمانيا الحشويه والليشمانيا الجلديه والليشمانيا المخاطيه الجلديه. فراح نتناول الانواع المسببه لكل من هذه الانواع المرضيه للطفيلي. اذا الفيزرال ليشمانياسيس which caused by هذا الحشوي يسبب بواسطه نمبر 1 ليشمانيا دونافاني causing a black fever or كلازار or دمدم. هذا الطفيلي اللي هو ليشمانيا دونافاني، اسم الجنس ليشمانيا والسبيشيز دونافاني، يسبب لنا مرض نسميه ايضا اسماء عاميه له بلاك فيفر، حمى سوداء، وحقيقه معروف يعني حتى بالاوساط المجتمع، وهو مرض موجود في العراق، او يسمى اسماء اخرى، يسمى الكلازار او يسمى دمدم. والكلازار والدمدم هي اسماء اصلها هندي، هنديه الاصل. يسبب لنا هذا الطفيلي هذا المرض في الانسان وفي الدوغ، and the infecting being systemic infection being systemic found in Iraq India Kenya Sudan and China. شنو يعني systemic؟ يعني انه هذا الاصابه راح تكون جهازيه، يعني تشمل كل الجسم وليس موضعيه، يعني not local انما systemic infection. هذا حقيقة المرض يصيب لنا غالبا، يعني يصيب لنا الأطفال، ويسبب يعني تأثيرات مرضية خطيرة وعلامات سريرية مهمة. النوع الثاني هو الليشمانيا انفانتوم، الليشمانيا انفانتوم infect children under 5 years in old، وأيضا موجود في العراق found in Iraq. والليشمانيا شاغاسي infect human in all age but more common in children. The dog and fox الثعالب act as a receiver host كمضاف خزنة and this species is distributed in South America. هذا النوع الثالث هو غير موجود في العراق وإنما موجود في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية. لو نجي ندرس العلامات السريرية للفيزرال ليشمانياسيس راح نلاحظ مثل ما قلت بأنه علامات سريرية مهمة، هو تصيب لنا الأطفال.
الأول علامة سريرية مهمة ومميزة للمرض هي enlargement of the abdomen due to enlargement of the liver and spleen. لو تلاحظون طلاب هذا الطفل هذا مصاب بالكلى أزار أو خلينا نسميه مصاب بالبلاك فيفر أو الفيزرال ليشمانياسيس كلها أسماء واحدة لمرض واحد. فلو تلاحظون تضخم البطن اللي موجود عنده وسبب تضخم البطن هذا وتضخم الليفر والسبلين تضخم الليفر والسبلين. أيضا كذلك عندنا علامة مهمة هي الأنيميا الأنيميا. لو أرجع لسبب تضخم الليفر والسبلين إحنا تعرفون بأنه السبلين هو العضو المناعي المهم اللي موجود في الجسم وبسبب أنه الطفيلي يصيب لنا الماكروفاج ويستهلك الماكروفاج لذلك يبدي تبدي هذه الأعضاء المناعية تتضخم حتى تضخ أعداد كبيرة إضافية من الماكروفاج أو من الخلايا المناعية إلى الجسم لمقاومة الطفيلي لذلك يكون عندنا هذا التضخم. الأنيميا أيضا كذلك تضخم الليفر هو سبب أيضا في زيادة حجم البطن. أيضا أنيميا موجودة عندنا ممكن أن يحدث لنا أنيميا intermittent fever حمى متقطعة وشهية الطفل راح تكون يعني غير متأثرة good appetite okay. الكوتينس ليشمانياسيس الليشمانيا الجلدية وهذه تسبب لنا خلينا نقول نوعين رئيسيين two species اللي هما الليشمانيا تروبيكا والليشمانيا ماجر. الليشمانيا تروبيكا causing dry oriental sore تسبب لنا البثرة الشرقية الجافة تسمى أيضا أو تسمى dry cutaneous leishmaniasis البثرة الشرقية الجافة أو ال dry cutaneous leishmaniasis موجودة في العراق وتسمى بالبغداد بويل. حقيقة هذه حسب المناطق وممكن موجودة في مثلا في منطقة أخرى أو في عاصمة أخرى أو في محافظة أخرى ممكن تسمى باسمها وأعتقد في حلب تسمى هليبو بويل أو كذا أيضا في مناطق أخرى المهم فهي تسمى حبة بغداد أو بثرة بغداد وأيضا لها تسمية عامة بالدارج يعني بالمجتمع العراقي تسمى بالأخت. Also distributed in Mediterranean area في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط and in central and north India. بالإضافة للعراق موجودة في هذه المناطق في منطقة البحر الأبيض المتوسط وموجودة في مركز وشمال الهند. This type called urban type وهذا يطلق عليه النوع بالنوع الحضري urban type اللي هو النوع الحضري اللي هو مقابل الرورال هسه الجهة urban حضري ورورال ريفي. وهذا حقيقة هاي الإصابة لو تلاحظوها هو هذه الكوتينس ليشمانياسيس أو البغداد بويل بثرة بغداد أو حبة بغداد. ليشمانيا ميجر causing moist oriental sore هنا الميجر راح سبب لنا البثرة الشرقية الرطبة و distributed in middle and east area of India this type called rural type موجودة في الهند وتسبب لنا وتسمى بالنوع الريفي rural reef النوع الريفي. الأولى كانت urban type وهذه rural type okay. هذا فيما يتعلق بالcutaneous leishmaniasis. أما النوع الثالث اللي هو الميوكوكوتينوس ليشمانياسيس أو اللي هي الليشمانيا الجلدية المخاطية الجلدية أو تسمى بالسبونديا هي مصطلح عام infect cutaneous and spread to the mucosa of the mouth, nose, pharynx, larynx and ear and caused by حقيقة هذه هنا الإصابة لو تلاحظون بأنه يصيب لنا الجلد وبعدين تنتشر إلى داخل الميوكوزا يعني إذا في منطقة قريبة من الأنف تدخل إلى داخل الأنف وممكن أنه تدخل داخل الفم تصل إلى الفارينكس البلعوم إلى اللارينكس إلى الحنجرة إلى الإيرز حتى الأذان. وحقيقة توجد يعني صور كثيرة في الإنترنت بإمكانكم تطلعون عليها وحقيقة هي صور بعض يعني تكون بشعة لشدة الإصابة بهذا المرض لأنه ممكن أنه يعني تؤدي إلى disforming يعني الفيس تغير شكل الوجه تماما إذن وتسبب هذه بعدة أنواع نأخذ منها النوع اللي هو ليشمانيا برازيلنسيز وليشمانيا أثيوبيكا
برازيلنسيز من البرازيل يعني جاي الاسم، والاثيوبيكا من اثيوبيا. وحقيقه هذه الطفيلي او هذا النوع يكون منتشر في امريكا الجنوبيه، امريكا اللاتينيه. هذا فيما يتعلق انواع الامراض او الاشكال المرضيه اللي يسببها الليشمانيا والانواع المسببه لكل شكل. فيما يتعلق بدوره الحياه، دوره الحياه راح تكون بين المضيف النهائي الفيكتور اللي هي الماملز، عفوا الفيرتبريت اللي هو الماملز، والفيكتور اللي هو الساندي فلاي. لو نفترض بانه هذا الطفيلي هذا الساند فلاي نقل لنا الاصابع، واحنا متفقين على انه الساند فلاي في داخله توجد البروميستيكوت، لانه واحنا ايضا متفقين بانه هذا الطفيلي خلال دوره حياته يمر بتو ستيج اللي هي البروميستيكوت والامستيكوت، البروميستيكوت والامستيكوت. فهنا عندنا بروميستيكوت اللي هي هذا شكل الطفيلي، وهذا الصوت مالته امامي الصوت، وتكون موجوده في الغدد اللعابيه لحشره الساند فلاي. عندما تتغذى الساند فلاي على خلال بلود ميل وجبه غذاء، تتغذى على انسان او خلينا نقول دوغ ماملز بصوره عامه، راح تحقن البروميستيكوت، تحقن هذا الشكل من الطفيلي البروميستيكوت. فهنا راح تهاجمها الماكروفاج، هاي الماكروفاج و او المونوسايت او الدندريتك سيل، تعرفون انتم هاي الاسماء، الماكروفاج المونوسايت الدندريتك، هي اسماء يعني للماكروفاج نفسه او للمونوسايت، بس تختلف بحسب مكان تواجدها. يعني بالدم تسمى مونوسايت، بالانسجه تسمى ماكروفاج، في الكبد تسمى بشكل اخر والى اخره، حسب ما هذه ايضا ممكن تراجعوها في المناعه. اذا هنا راح تهاجمه، خلينا نقول احنا نسميها الماكروفاج، وتعمل له فاجوسايتوسيس، تلتهم له داخل جسمه، داخل جسمه يبدي يتحول داخل الماكروفاج الى امستيكوت، يبدي يتحول الى امستيكوت ويبدي يتكاثر. فتلاحظون بروميستيكوت اللي هذا ار فاجوسايتيزد باي ماكروفاج اور مونوسايت اور دندريتك سيل، ومن ثم بروميستيكوت ترانسفورم انتو امستيكوت، تحول الى الامستيكوت داخله، بدا يتكاثر. تلاحظون امستيكوت مالتيبلاي in host cell multiply in host cell، ومن ثم راح تتحطم، لانه الخليه ما راح تتحمل الاعداد الكبيره التي كاثر الطفيلي، فتتحطم وتخرج منها الامستيكوت. الامستيكوت هنا ممكن ايضا ترجع في نفس داخل جسم الانسان تصيب لنا other intact macrophage، يعني possible reinfusion نسميها، ترجع مره ثانيه ممكن ان تصيب لنا خلايا اخرى وهكذا، وتبقى في جسم الانسان على هذا الوضع. عندما يعني تتغذى ساند فلاي اخرى على هذا الانسان المصاب، ايضا خلال وجبه الغذاء الدم البلود ميل، راح تاخذ وياها الامستيكوت، انجستشن اوف امستيكوت داخل جسمها، راح تتحول من امستيكوت تتحول الى بروميستيكوت، لانه احنا قلنا بان البروميستيكوت هو موجود في جسم الحشر في المدقه مالتها، اكيد يعني في المعلى الوسطي، امستيكوت ترانسفورم انتو ذا بروسايكليك ابروميستيكوت، ومن ثم تنتقل الى سيلفري جلاند. احنا قلنا متفقين ايضا بانه الميتاسايكليك فورم هو ال خلينا نقول الشكل المصيب لعائله التريبانوسوماتيدي بصوره عامه، وذكرنا ايضا بالسيلفري جروب، وبالتالي ينتقل الى السلايفا اللي هو البروميستيكوت، اللي في حال كونه هنا نسميه بالميتاسايكليك فورم، واللي ممكن ان تحقنا في اذر نيو انتاكت هوست وتعاد دوره الحياه. اوكي. الدايجنوسيز، بالنسبه للدايجنوسيز حقيقة ممكن أنه من خلال سامبلز، يعني نأخذ سامبلز، وتعرفون الطفيلي هو موجود في الدم وممكن في السبلين، وممكن نأخذ يعني المهم حسب، ممكن بايوبسي فروم سبلين أور بون مورو، كنا نأخذ بايوبسي من الطحال أو نخاع العظم in case of visceral leishmaniasis و crushing from the lesion edge and stained with gums stain. الكراشنج اللي هي في حال الكوتينوس leishmaniasis، بايوبسي في حال
الفيزرال ليشمانياسيس والكراشينج في حال الكيوتينس ليشمانياسيس. تعرفون الآفة، لو نرجع يعني قليلا للخلف للسلايد مالت الجلدية، هاي الآفة طلاب في حال تشخيص عن قضية الكراشينج، نعمل ناخذ سكالبل يعني شفرة ونبدي نحك هذه المنطقة اللي هي الايج مالت الآفة، اللي حافة الآفة كراشينج يعني عمل. ليش؟ لأنه الطفيلي راح يكون تكاثره باتجاه حواف الآفة، باعتبار هذا النسيج أصبح نسيج ميت، فهو يحتاج إلى نسيج حي فيبدي يعني يتسع أو يتجه أو يتكاثر في هذه المناطق. فنعمل كراشينج يعني حك هذه المنطقة وجمع هذا النسيج في باتري ديش، ومن ثم استخدامه لغرض يعني التشخيص من خلال صبغة طبعا بالقمزستين وملاحظة وجود الطفيلي. طبعا هنا أكيد احنا في كلا الحالتين راح نلاحظ الأمستيغوتفور باعتبار موجودة في المضيف النهائي. أيضا سيرولوجيكال توست، الفحوصات التست، الفحوصات المناعية والفحوصات المصلية مهمة وفي التشخيص. كلتشر ممكن نستخدم باي يوزنج سبيسيفيك كلتشر، اللي هو نستخدم الان ان 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 كلتشر، هذا كلتشر خاص بزراعه الليشمانيا، وهنا هنا راح نحصل البروماستيغوت فورم شكل الامامي الصوت. ممكن ان نعمل انيمال انوكوليشن، ومثل ما ذكرناها في تشخيص التريبانوسوما والانيمال انوكوليشن بانه نحقن حيوان مختبري بدم شخص يعني سسبكتد، ونعمل على زياده البلاستيميا، ومن ثم نفحص دم هذا الحيوان بعد فتره الحضانه لملاحظه وجود او عدم وجود الاصابه. هنا يستخدم حقيقه حيوان هو الجولدن هامستر، الهامستر الذهبي، حيوان مختبري، وايضا البوليميريز تشين رياكشن، وهي طريقه مهمه في التشخيص، ممكن ان تستخدم التشخيص الليشمانيا سواء على مستوى الفيزرال او على مستوى الكيوتينيس. الكنترول حقيقه هي تعتمد على علاج الحالات المصابه، يعني treatment of infected cases. eradication the sand fly by using insecticide، نحاول انه نقضي او نحارب الساند فلاي من خلال استخدام الانسكتسايد اللي هي يعني قاتلات الحشرات. و eradication the stray dog and rodent، نحاول انه نتخلص او نقضي على الستري دوكس والرودنت. ليش؟ لانه يعني الكلاب السابقة اقصد هنا والقوارض، لانه هي تعمل على كمخزن، تعمل كمخازن او مضائف خازنة للاصابة، لانه تعتبر كريسيفر هوست. هذا فيما يتعلق بالكنترول. اما فيما يتعلق بالتريتمنت فراح يكون ايضا على مستوى الفيزرال وعلى مستوى الكيوتينس. على مستوى الفيزرال ليشمانياسيس نستخدم الانتيمونيال 1 ملي جرام كل كيلوغرام بودي ويت اي في لمده 2 الى 8 دايز، ودايمدين نفس الجرعه، والامفوتريسين امفوتريسين بي ايضا ممكن ان نستخدم. فيما يتعلق بالكيوتينس ليشمانياسيس نستخدم الصوديوم انتي بلوكينات، وهذا يستخدم على شكل حقن حول الآفة لمدة 6 إلى 10 دايس. هذا حقيقة طلاب كل ما يتعلق كان في جنس الليشمانيا. الآن ننتقل إلى عائلة جديدة وهي عائلة الترايكوموناديدي، وهي تقع ضمن أوردر اللي هي الأوردر الترايكوموناديديا، الأوردر الترايكوموناديديا و الفاميلي الترايكوموناديدي. هذه العائلة أيضا هي من الفلاجيليات، من الطفيلات اللي تتحرك بالأصوات. Member of this family يعني بصورة عامة inhabit live، هذه أفراد هذه العائلة يعيشون أو يستوطنون أو يتطفلون في الدايجستيف سيستم والريبرودكتيف أورجان، في الجهاز الهضمي وفي الأعضاء التكاثرية أو التناسلية. Most of them are bear in shape، معظمهم يكونون هم أشكالهم bear in shape، شكل الطفيلي راح يكون شكلكم مثري. يحتوينا على one nucleus ويحتوينا على number of flagella. احنا شفنا بالتريبانوسوما
فإنه تحتوينا على صوت واحد، ولكن هنا يحتوينا على عدة أصوات من 3 إلى 4 أصوات حسب النوع، لأنه أكو أنواع بها 3 وأكو بها العفو 4، أكو أنواع بها 3 وأكو 4 وأكو 5. إذن هنا عدد من الأصوات 3 إلى 5، وإذا فلاجيلم ريتيرن باك، هذا فلاجيلم يرجع للخلف يكون لنا الأندوليتنج ممبرين، يعمل لنا الأندوليتنج ممبرين. In addition to hyaline, rod structure, تركيب زجاجي يسمى بالإكزوستيل with a skeletal function، له عمل يعني كأنه عمل هيكلي، يعني كأنه يسند هيكل الطفيلي. إذن الطفيلي هو بير شيب، بير شيب يحتوينا على أونينيوكليوس، ويحتوينا على عدة أصوات من 3 إلى 5 أصوات، واحد من عندهم يرجع للخلف حتى يكون لنا الأندوليتنج ممبرين، ويحتوينا على الإكزوستيل. ومثل ما ذكرت بين هذا الطفيلي يعيش في الجهاز الهضمي أو في الجهاز التناسلي، بينما التريبانوسوما والليشمانيا كانت في الدم. السبيشيز الأول اللي عندنا هو الترايكومونس فيتس. Trichomonas fetus is the most important pathogen in the genus of Trichomonas. يعتبر هذا الطفيلي هو الأهم ضمن جنس Trichomonas, which is a venereal transmitted. وإحنا ذكرنا بأن venereal هي الأمراض الزهرية أو التناسلية. إذن انتقاله هو أيضا انتقال تناسلي. And cause disease called bovine trichomonal abortion. يسبب لنا مرض، يسبب لنا الأبقار، ويسبب لنا مرض يسمى الإجهاض الترايكومونيوس البقري، الإجهاض الترايكومونيوس البقري. أو ممكن يسبب لنا مرض اللي يسميه هو bovine genital trichomoniasis، يعني الترايكومونس التناسلي البقري. أوكي، الهوست هو الكتل. السايت يكون في الأبقار عندنا in cow the uterus and intermittently the vagina، بعض الأحيان يكون في الفاجينا لكن هو مكانه الرئيسي في اليوترس. in bulls في الذكور، في الثيران. in prebutial cavity في التجويف القلفي للبينس. in prebutial cavity. الديستريبيوشن، الطفيل واسع الانتشار في العالم، worldwide distribution. طريقة الانتقال مالته transmission، مثل ما ذكرنا بأنه هو مرض زهري فراح ينتقل عن طريق التناسل، وتعرفون طريقة التناسل أما يكون عن طريق التناسل الطبيعي الكويتس أو الكابليشن، أو عن طريق الارتفيشال انسيمينيشن عن طريق التلقيح الصناعي. والارتفيشال انسيمينيشن حقيقة هو بسبب تلوث العدة المستخدمة في التلقيح، لأنه لربما يعني الملقح أو طبيب البيطري عندما يقوم بتلقيح بقرة مصابة من خلال إدخال، طبعا التلقيح يكون من خلال إدخال بندقية، بندقية التلقيح إلى داخل الرحم، وإذا كانت هذه البقرة مصابة فراح تتلوث هذه البندقية، وبعد أن يستخدمها بدون خلينا نقول تعقيم أو بدون تنظيف لبقرة أخرى سليمة راح يعمل على نقل الإصابة بين أبقار القطيع. أو الجينيكولوجيكال إكزامينيشن عن طريق الفحوصات التناسلية، تعرفون بالأبقار هناك فحوصات مهمة هي الفحوصات التناسلية اللي على أساسها يتم تحديد مثلا وجود أو عدم وجود الحمل، عمر الجنين، ممكن أيضا تستخدم لتشخيص الأمراض التناسلية. فهذه الفحوصات التناسلية أيضا اللي يقوم بها طبيب البيطري حقيقة هي ممكن أن تعمل على نقل الإصابة، يعني هنا طبيب البيطري أيضا هو اللي راح يعمل على نقل الإصابة باعتباره يعني من خلال فحص عدة أبقار فممكن ينقل الإصابة من بقرة مصابة إلى بقرة سليمة بدون أن يعلم. لذلك يجب عليه الطبيب البيطري أن يتخذ احتياطات اللازمة في حال التلقيح الصناعي وفي حال الفحص التناسلي لمنع نقل هذه الإصابة. هذا حقيقة صورة لطفيلي مصبوغ بالجمزستين، لو تلاحظون يعني الطفيلي شكله كمتري، هذه النواة، هذا الأندوليتنج ممبرين واضح، وهاي الفلاجيلا موجودة، وأيضا هذه حتى الإكزوستيل تكون واضحة. الباثوجينيسيس حقيقة عندنا هنا مهمة بالنسبة لهذا الطفيلي. الطفيلي في البولز في الذكور يعني يكاد يكون اسمتوماتيك، يعني بدون علامات سريرية، ربما تكون هناك علامات سريرية بسيطة في البداية ومن ثم تختفي، ويبقى الثور هنا كمصدر أو يعني أو كمضيف
كارير حامل الإصابة وبالتالي يعمل على نقل الإصابة إلى أبقار القطيع. تعرفون أنتم غالبا خاصة في المناطق الريفية في القرى عند مربي الأبقار يستخدم مثلا ثور واحد لتلقيح عدة أبقار ولربما لأبقار القرية بكاملها. لذلك إذا كان هذا الثور مصاب فراح يعمل كمصدر لنقل الإصابة إلى بقية أبقار القطيع. In bulls, the principle is the prebutial cavity and urethra. يعني principal site مكان تطفل مالته هو prebutial cavity and urethra الحليل والتجويف القلفي. Mucobirulent discharge إفرازات قيحية مخاطية may be present and the swelling of the pubis is seen. ممكن أنه نلاحظ في بداية الإصابة في مرحلة الأكيوت إفرازات قيحية مخاطية وممكن أن نلاحظ swelling عن تورم في البيوبيوس بالقلفة. But these signs disappear after 1 to 2 weeks and the animal become carrier. لكن هذه العلامات راح تختفي خلال فترة واحد إلى اثنين أسبوع ويبقى الحيوان هو حيوان حامل للإصابة. And the animal become carrier of the disease and act as a source of infection ويعمل كمصدر لنقل الإصابة. Okay. In cows. في الأبقار حقيقة راح الإمراض يتمر في ثلاث مراحل. مرة بأنه تحدث الإصابة، طبعاً الإصابة أيضاً ممكن أنه تؤدي إلى في البداية يعني في داخل المجانة ممكن تحدث إلى فاجينايتس ومن ثم تنتقل إلى اليوترس. هنا إذا كانت المشكلة عندنا بالأبقار، إذا كانت الأبقار بريجننت، إذا كانت الأبقار حامل، فهنا راح تكون هنا عندنا ثلاث حالات من الإصابات. مرة بأنه تحدث الإصابة و يعني يهلك الجنين ويحدث complete expulsion للفيتس وللفيتال ممبرين. هنا بينما تصير إجهاض يعني بعد ما يهلك الجنين يحدث الإجهاض وأيضا تنطرح الفيتال ممبرين اللي هي المشيمة البلاسينتا مع الجنين. هنا ما راح تكون مشكلة كبيرة، راح يكون سيلف كيور يعني شفاء ذاتي بعد فترة وممكن أن ترجع البقرة للهيتنج يعني للإسترس. اما اذا الاحتمال الاخر لا انه يصير اكسبلشن للجنين لكن اللي هناك يصير ريتينت للبلاسنتا احتباس للمشيمه وهذه حقيقه مشكله لربما تؤدي الى اندومترايتس كهبطانه الرحم ولربما تؤدي في المستقبل الى انه تكون البقره ستيراين عقيمه. ومره لا بانه هذا الجنين يبقى داخل جسم البقره و يتحول الى انفيزيميتس فيتس او ماسريتد فيتس جنين متفسخ ولربما يؤدي إلى هلاك البقر. المهم فهذه الأمور الثلاثة راح إن شاء الله نلاحظها خلال هذا الشرح. In cows في الأبقار after 14 to 18 days of parasite entering بعد تقول الطفيلي there are vaginitis راح أكيد راح تحدث عندنا في يعني local inflammation بالفاجينا فتحدث إن vaginitis and mucobirulent discharge are seen وتحدث أيضا إفرازات مخاطية قيحية and then the parasite is invade the uterus بعد ذلك يغزو أو يدخل إلى داخل اليوترس داخل الرحم and lead to the early abortion يؤدي إلى حدوث حالات الإجهاض المبكر. حقيقة هنا الإجهاض راح يكون في الأشهر الأولى من الحمل يعني تقريبا الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل with complete هاي الحالة الأولى with complete expulsion of the fetus and fetal membrane. هنا في هذه الحالة إذا صار يعني طرح كامل للجنين والأغشية الجنينية راح تكون هنا spontaneous recovery راح يكون يعني في الشفاء ذاتي أو self cure maybe occur يحدث. But occasionally بعض الأحيان some of the placenta was returned لكن هنا بعض الأحيان لا الجنين يطرح يخرج إلى خارج الجسم يعني يصير له abortion لكن البلاسنتا يعني تبقى في داخل الرحم وفي حالة تسمى الاحتباس المشيمة ريتينت بلاسنتا وإن شاء الله تأخذوها في التوليد في المراحل القادمة. إذا ريتينت بلاسنتا إن تبقى في إن ذا يوترس but occasionally some of the placenta was retained in the uterus and lead to the chronic catarrhal and virulent endometritis يؤدي إلى التهاب بطانة الرحم النزلي القيحي. endometritis هو التهاب بطانة الرحم and cow become sterile. هنا في هاي الحالة إذا طبعا إذا ما تعالجت وإذا ما دخل الطبيب البيطري بإخراج هذه المشيمة من الرحم في الوقت المناسب راح يؤدي إلى التهاب بطانة الرحم ومن ثم حدوث العقم.
في الأبقار. In some cases, في حالات أخرى, the dead fetus, الجنين المجهض الميت, is not expulsion, ما يصير لطرح الخارج, but it was macerated, لكنه يتفسخ داخل جسم البقرة, and this lead to the biometer, أيضا التهاب يعني قيحي في داخل أو تؤدي إلى تقيح الرحم بيومترا وحدوث السبتسيميا والتي تؤدي بالنتيجة إلى هلاك البقر. إذن المهم حقيقة هو موجود عندنا في الأبقار، ومثل ما ذكرت بأنه ثلاث حالات. الحالة الأولى بأنه بعد أن يهلك الجنين، طبعا بكل الأحوال هو الجنين راح يهلك، ممكن أن ينطرح مع الأغشية الجنينية، وهنا ما عندنا مشكلة. ممكن أن تبقى الأغشية، ينطرح الجنين وتبقى الأغشية الجنينية البلاسنتا في حالة تسمى ريتينت بلاسنتا، وهذا تؤدي إلى أنه الكاو تصبح ستيرايل أو انفرتايل. والحالة الثالثة بأنه لربما يؤدي إلى تفسخ الجنين، ماسريتد، هذا يصبح ماسريتد فيتس ويؤدي إلى السبتسيميا ومن ثم هلاك البقر. الدايجنوسيس، هنا أكيد إحنا نتفق على أنه الدايجنوسيس دائما نبحث عن الطفيلي في مكان تواجده. إذا كان طفيلي في الدم نأخذ عينة من الدم، إذا كان تواجد طفيلي في الجهاز الهضمي نأخذ عينة من خلينا نقول البراز، وإذا كان يعني في الجهاز التناسلي أكيد نأخذ عينة تبحث أيضا عنه في أماكن تواجده. فباعتبار الطفيلي موجود في الأعضاء التناسلية، إذا sample of vagina mucus or exudate or saline washing from vagina or barbitural cavity and examined microscopically. هنا تعرفون بعد ما تحدث الإصابة راح تحدث عندنا إفرازات ممكن تخرج من الفاجينا أو ممكن تخرج من البريبيوتال كافيتي من البينس. هذه نجمعها وممكن أنه نخففها بالسلاين وممكن نفحصها بالمختبر، أو لا نعمل بأنه نحقن إحنا السلاين في داخل الفاجينا أو في داخل الرحم وبعملية تسمى سلاين واشينج، أو في البريبيوتال كافيتي ممكن بالنسبة للذكور، ومن ثم يعني نحقن هذا السلاين في داخل الرحم ونسحبه، ثم نحقن ثم نسحب ثلاث مرات نعمل واشينج، ومن ثم نسحب هذا الواشينج يعني السلاين ونعمل سنترفيوج في المختبر وناخذ عينة من الراسب ونفحصها، راح نلاحظ وجود الطفيلي اللي هي التروفوزويت الطفيلي. أيضا هذه الحالة الأولى. In case of abortion sample from the fetal tissue، ممكن أنه في هذه الحالة في الإجهاضات ممكن أن نأخذ من العينة أو نموذج من المعدة أو الستومك أو الكرش للجنين المجهض. Should be taken. ممكن أن نستخدم serological test. Culture of the sample أيضا موجود عندنا أوساط زرعية ممكن نستخدمها لزرع التريكومونس، و ممكن أن نستخدم البوليميريز تشين رياكشن. بالنسبة للتريتمنت، هنا تريتمنت ممكن ونستخدم الدايمترينازول اللي هو الاسم العام للفلاجيل اللي هو العلاج اللي يستخدم أيضا في الإنسان، وبجرعة 50 ملغرام لكل كيلوغرام بودي ويت فور 5 داي أورالي طريق الفم، أو 10 ملغرام لكل كيلوغرام بودي ويت فور 5 دايز آي في فلاجيل، أو الاسم العلمي مالته الدايمترينازول. هذا كان فيما يتعلق بالسبيشيز الأول اللي موجود في الجينس الترايكومونس. الآن عندنا سبيشيز آخر هو الترايكومونس فاجينالس. ترايكومونس فاجينالس هذا يشبه الترايكومونس فيتس، لكنه هنا يحتوينا على it has four in front flagella and fifth toward back and reach to the middle of the body. Also it is containing granules. كشكل هنا بأنه يشبه التريكومونس فيتس، بأنه لكنه هنا طبعا التريكومونس فيتس يحتوي على ثلاث أصوات للأمام والرابع يرجع للخلف. هنا الفاجينالس يحتوي على أربعة أصوات للأمام والخامس يرجع للخلف، وأيضا يحتوي في داخل يعني الخلية على جرانيولز، يحتوي على جرانيولز. هذا كفرق شكلي بين التريكومونس فاجينالس والتريكومونس فيتس. هنا المضيف مالته هو الإنسان، بينما كان التراكومونس فيتس هو الأبقار، إذا الهوست هو الإنسان human. مكان تطفل سايت الفاجينا and urethra of woman، الحليل والفاجينا في النساء، and seminal vesicle حوصلة منوية in and urethra in of men للرجال. Okay. الترانسميشن through sexual contact أيضا من خلال الاتصال الجنسي، الانتقال مالته
والعلامات السرية الموجودة man الرجل carrier the infection but without clinical signs يحمل الإصابة ولكنه بدون علامات سريرية while women are suffering from the following لكن بالنساء حقيقة راح تكون علامات مهمة الأولى هي the intense inflammation with itching يكون هناك التهاب شديد مع حكة في المنطقة و profuse white vaginal discharge فرازات مهبلية بيضاء تكون سميكة وتسمى في اليوكوريا والنقطة الثالثة بأنه هذا النوع أو هذا السبيشيز لا يؤدي إلى حدوث الإجهاض في النساء على العكس من التراكومونوس فيتاس اللي كان يؤدي إلى الإجهاض في الأبقار هذا فيما يتعلق بتراكومونوس فاجينالس اللي يصيب الإنسان ننتقل للنوع الثالث اللي هو التراكومونوس غاليني تراكومونوس غاليني وهذا يصيب لنا الطيور This parasite has four in front flagella in front هاي كلمة واحدة in front flagella and the fifth return back to the undulating membrane يعني هذا يشبه تماما الفاجينالس أيضا أربع أصوات للأمام والخامس يرجع للخلف الهوست هو البجن اللي هو الحمام تركي الديكرومي and chicken site مكان تطفل هنا راح يكون احنا ذكرنا بانه في كلامنا عن عائلة التراكمونوديدي بصورة عامة قلنا انهم يتطفلون اما في الجهاز التناسلي او في الجهاز الهضمي الفيتس كان في الجهاز التناسلي الفاجينالس كان في الجهاز التناسلي اما الياليني لا راح يكون في الجهاز الهضمي فمكان التطفل راح يكون الماوث الازيفيغاس عند كروب حوصلة of the بيجن سكواب البيجن سكواب طلاب هو صغار الحمام البيجن سكواب هو صغار الحمام transmission through contaminated food and water or pigeon milk ينتقل من خلال الماء والغذاء الملوث او من خلال حليب الحمام وهذا حليب الحمام هو يقصد به الزق اللي تقوم الحمامة به بانه بعد ما تهضم الغذاء ويدخل داخل الكروب مالتها حقيقة وجدوا العلماء أيضا بأنه تفرز عليها مواد من الكروب تشبه الحليب تماما بمكوناتها وتبدي تزقها إلى بفم الصغير مالتها بهذه العملية فبالتالي تعمل على نقل الإصابة إذا كانت هي مصابة راح تنقل الإصابة إلى صغار الحمام إذا الترانسميشن من خلال contamination food and water and pigeon milk العلامات السريرية هي الجرينش تو يلوش فلويد اور تشيزي ماتيريال اراوند ذا ماوث راح نلاحظ قد افرازات جبنيه متجبنه حول البيك حول المنقار او في داخل المنقار مثل ما تلاحظون الطلاب هذه تكون يعني جرينش تو يلوش خضراء الى صفراء موجوده داخل الفم او حول المنقار تشيزي ماتيريال restless underfold feather الطير راح يكون غير مرتاح وخامل والريش ما تكون منفوش وهذه الحقيقة من العلامات اللي يدل على مرض الطير لأن الطير إذا كان سليم يكون مرتاح ويكون الريش مرتب في صورة صحيحة وناعم وبراق أو لما أيضا راح يكون هناك emaciated and death الطير راح يكون emaciated وما يؤدي إلى هلاكة هذا حقيقة الطفيلي يمكن تكون بالمحاضرة لربما فاتني بينه أو في السلايد القادم ربما يأتينا يسبب لنا مرض يسمى الكانكر كانكر مرض يسمى الكانكر الليجن اللي راح نلاحظها the lesion is start in the oral cavity and then extended to the esophagus, crop, preventiculus, liver and lung تبدأ الإصابة عندنا في بداية الفم ومن ثم تنتقل إلى الأوزيفيغاس والكروب والبريفيرتكولاس وممكن تصل إلى الليفر واللنج تلاحظين هذه الإصابة الطلاب بهذا الطير المشرح أنه تبدأ تنتقل الإصابة إلى داخل الجسم In BM post mortem we will see yellowish to grayish lesion in mouth, أوزيفيغاس and liver okay. التشخيص ممكن من خلال العلامات السريرية وممكن من خلال سواب from the mouth نأخذ سواب ونعمل يعني ممكن نخففه بالسلاين ونعمل له سنترفيوج
أيضا ممكن نأخذ مسحة ونعمل لها صبغة بالجبزستان واللاحظ الطفيلي ترايكومونس. أيضا ممكن أن نعمل كلتشر مثل ما ذكرت، لأنه الترايكومونس ممكن أن نعمل له كلتشر. البيئة مهم ضروري مثل ما تلاحظون في التشخيص وتشريح الطيور، والبوليميريز تشين رياكشن ممكن أيضا يستخدم بالتشخيص. التريتمنت هو الدامترينيتازول بجرعة 0.05% in drink water والفيورازولودون 25 إلى 30 ملغ per day for 7 day in gelatin capsule. Thank you very much my dear student. وأي سؤال أتكم أرجو أنه يكتب على الصف. عندي فقط ملاحظة أخيرة أرجو أن توصلكم، شفت بعض المناشدات بأنه المحاضرة طويلة وصعوبة بأنه تنزل أو كذا. حقيقة الطلاب تعرفون بأنه أنتم لو ترجعون لجدول المحاضرات عندكم بالأسبوع هي ثلاث ساعات، المحاضرة الطفيليات البروتوزوا وأنتم لربما يعني شفتوها بالكورس الأول، يعني إذا يعني استمريتوا أيام بسيطة فهي ثلاث ساعات بالجدول. أنا جاي أختصرها بالقدر الممكن إلى ساعة أو أقل من ساعة. وإذا كان أيضا هناك سرعة في المحاضرة فهي لهذا الغرض حقيقة. أرجو بأنه طبعا علما بأنه حقيقة المحاضرة هذه تغطي إلى يعني أقدر أقول 99.9% للمحاضرة، وأرجو أنه ترجعون للبي دي اف، وأرجو أنه تكون متابعة للمحاضرات باستمرار حتى لا تتراكم عليكم المحاضرات. فيما يخص اليوتيوب أحاول إن شاء الله هذه المحاضرات بأنه أيضا أنزل على اليوتيوب. وبالأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.